السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس الأعلى مستقرنا وإياكم. خاطرة في سورة الواقعة، قال تعالى: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. بعدين أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. جاء أول شيء حكى ربنا سبحانه وتعالى إلنا عن بداية الخلق، كيف ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من مني يمنى. سبحان الله، المني هذا عبارة عن خلية حية، صح ولا لا؟ سبحان الله، عشان تعيش لازم لها مكان تروح تقعد فيه، فبتروح على البويضة وبتتلقى هناك، بعدين بدها مكان تعشش فيه وينتج منها اللي هو بنسموه بداية الولد أو البنت المولود. طيب حكاية إنها تجلس يعني بعد التلقيح، هذه سبحان الله كله بقدرة ربنا، كله بقدرة ربنا. بعدين لازم تزرع، لازم تزرع هاي نتيجة التلقيح اللي بيسموها الزيجوت، أعتقد هيك، أعتقد بتذكر أيام المدارس، الخلية اللي صارت حية المتكونة من البويضة والمني، صار بدها مكان تزرع فيه. المكان اللي لازم تزرع فيه في الرحم. فسبحان الله ربنا سبحانه وتعالى قالنا أفرأيتم ما تمنون، وبعديها أفرأيتم ما تحرثون. طبعا الولد هذا عبارة عن حرث، عبارة عن حرث الزراعة اللي صارت. الزراعة اللي صارت هل هي بقدرتنا ولا بقدرة الله؟ بقدرة الله. طبعا احنا كلياتنا بنعرف الانسان الفلاح العادي اللي بيحرث الارض ويبذر بس، هل النتيجة تطلع شجرة، تطلع الثمرة اللي بدنا اياها؟ هذه بقدرة الله. الزراعة نفسها عبارة عن قدرة الله خالصة. نفس الشيء المني والبويضة، طيب اتلاقوا اتلاقوا، سبحان الله لا إله إلا الله، المكان اللي بدهم يعيشوا فيه وينتج منه الحرث اللي احنا عملنا وسعينا إليه سبحان الله اللي هو الرحم. فإن كان ربنا سبحانه وتعالى رايد للإنسان إنه يأتي له الولد، فربنا سبحانه وتعالى يزرعه له في الرحم. عشان هيك بقولوا زراعة الأبناء، لما الواحد ما يكونش عنده سبحان الله قدرة على القذف كما يجب، أو في أي مشكلة بين الزوجين ومش قادرين يخلفوا، فبروحوا على دكتور. إيش بيعمل؟ بروح يعمل التلقيح وبعدين يحطها في الرحم، يزرعها في الرحم، يحطها هو يبذرها في الرحم. ولكن هل تصلح وتكبر ويصير مية مية ويعيشوا؟ هذه بقدرة الله. الزراعة هذه بقدرة الله سبحانه وتعالى. عشان هيك الرسول عليه الصلاة والسلام لما أي واحد كان يجي يشكو قلة الولد يقول له استغفر الله، لأنها بقدرة الله. ولما الرسول عليه الصلاة والسلام يأمرنا بكثرة الاستغفار، مش بس استغفر الله مرة واحدة، يعني معناته كثرة الاستغفار
انه يكون توحيدنا لله سبحانه وتعالى خالص، وبعدين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله الذي لا اله الا هو اتوب اليه، استغفر ليل ونهار على لسانه بتذلل عشان يجي الولد، لانه حتى لو عمل راح دكتور و الى اخره النتيجه بيد الله سبحانه وتعالى. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ سبحانك يا ربي، بل أنت، لا إله إلا أنت. نسأل الله العفو والعافية، لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارزق جميع خلقك من أمة محمد الذرية الطيبة الصالحة التي سبحان الله الإنسان بيعمل شهوته وبتيجي من الله سبحانه وتعالى. وفي ناس بيموتوا وبيدفعوا ألوفات وملايين عشان يجي ولد، وبرضه بقدرة الله. عشان هيك ايش ما عملتوا، انا ما بقول ما تعملوا ما تسووا ما تروحوش على دكاترة، لا لا لا، ولكن الاستغفار هو الاساس، الاستغفار هو الاساس، الاستغفار هو الاساس، الرجوع الى الله والانابة الى الله والتوبة الى الله هي الاساس، عشان ربنا سبحانه وتعالى يزرع لك في الرحم الذرية ويطلع لك إياه صاغ سليم من غير أي تشوهات. نسأل الله العفو والعافية. هاي خاطر عجبني، بعرفش هي في محلها أو لا، اكتبوا لي وانشروا إذا كان الموضوع يستحق النشر. إلى اللقاء.